جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مصري مقيم في المملكة في مدينة جدة يقول: ما حكم من أتى ضيفا من أبها إلى جدة وأراد أن يعتمر ومكث 3 أيام، هل يحق له أن يحرم من جدة أم لا بد له أن يحرم من الميقات، علما بأنه ذهب لأداء العمرة وأخبره أحد الإخوة أنه لا بد أن يحرم من الميقات، هل عليه فدية؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان قادما من أبها إلى جدة بنية العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه ولا يتعداه بدون إحرام. فإذا كان هذا السائل تعدى الميقات وهو ناول للعمرة بحجة أنه سيذهب إلى جدة ولم يحرم إلا من جدة فإن عمرته صحيحة، ولكن يكون عليه فدية وهي ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، أي يوزعها على فقراء الحرم، يعني فقراء مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، ومن ترك واجبا وجب عليه دم. نعم.